بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. احنا دايما باكد على هذه الرساله في مقدمه كل حلقه، هذا البرنامج لحضراتكم في خدمه حضراتكم. هذا البرنامج يقدم كل خدماته من اجل اسعاد حضراتكم، والتواصل مع البرنامج بيكون عن طريق اما الاتصال التليفوني او عن طريق الخطابات ترسل على مدينه الانتاج الاعلامي برنامج واحد من الناس، أو عن طريق صفحة البرنامج، وأنا أفضل الصفحة لأنها أسرع بالنسبة لكم وبالنسبة لنا. إحنا في واحد من الناس حريصين يعني على تقديم كل الخدمات الاجتماعية، بنقدم 500 جهاز عروسة. الحقيقة كمان إحنا بنركب أطراف صناعية، والحمد لله تعاقدنا على مجموعة أطراف صناعية جيدة جدا تقدم للناس. إحنا كمان يعني بنساهم الحمد لله في الإفراج عن الغارمين والغارمات بخلاف عمليات الجراحية وعمليات العيون. ربنا يقدرنا دايما ونكون عند حسن ظن حضراتكم في واحد من الناس. واحد من الناس هو واحد منهم يسمع شكواهم ويلبي احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل التي تعمل على مدار الساعة، سواء صفحات السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. كنا قد استضفنا في الحلقة السابقة والد الطفلة تمارا، والتي تعاني من عيوب خلقية بالوجه وتحتاج إلى إجراء عملية بتكلفة 300,000 جنيه. جات لي رسالة على صفحة البرنامج كتبها الأستاذ زكي غريب، بيقول عنده بنت اسمها تمارا عمرها 2.5 سنين، اتوردت بتشوهات خلقية في الأنف، وقال انه بيتمنى ان البرنامج يتبنى حالة تمارا ويساعدها في العملية اللي ترجع وشها جميل زي كل البنات اللي في سنها. طبعا انا من ساعة ما اتولدت وانا في حالة سيئة، انا والدتها اللي المفروض اللي ليها عملية طبعا، فبسعى فيها بقى اكتر من حوالي 2.5 سنين. فطبعا لدرجة اللي احنا كنا يعني هنبيع حاجة البيت، بس طبعا مش هتكفي. التكلفة كانت كام العملية؟ كانت 300، ومن 300 ل 400، وانت طالع برضو يعني 300 و 400. احنا فوق. هل بتروح مدرسة ولا لا؟ احنا ما بتروحش مدرسة. انا عندي حتى مروان معطل، وحتى بسبب الطفلة دي ان احنا مش عارفين نوديه في حتة مدارس ولا اي حاجة عشان التنمر. بنتي يعني عمري ما اثر معاها، بس انا لو عندي امكانيات كنت عملت احسن، بس ما فيش. طيب انا معايا على التليفون الاستاذ الدكتور المحترم الحقيقه، الاستاذ احمد، دكتور احمد سراج الدين حبيب، استاذ ورئيس قسم جراحه الوجه والفك والتجميل بجامعه اسكندريه. دكتور احمد اهلا بيك يا فندم. دكتور عمرو مساء الخير، ازي حضرتك؟ طيب النهارده بقى يعني عندنا حاله الطفله تمارا اللي يمكن والدها ظروفه صعبه، حضرتك هتقدر تعمل لها ان شاء الله؟ اللي انا عايز اقوله لوالد تمارا انه يطمن ان الموضوع له حل، هي فعلا بتحتاج مراحل. اللي انا بوعده بيه ان ان شاء الله ان شاء الله وضعها هيكون احسن، وامورها وشكلها النهائي باذن الله هيكون اجمل واحسن ان شاء الله. وبفضل الله قام البرنامج بالتعاون مع الدكتور احمد سراج باجراء المرحله الاولى لها. يوم ويومين بالظبط بعد ما قابلت الدكتور عمرو، كلموني في اداره المستشفى الدكتور احمد سراج الدين حبيب، وراجل مشكورا اتولى عمليه بنتي، والحمد لله يعني هتعمل العمليه الاولانيه اهيت، وان شاء الله يبقى في مرحله تانية العمليه التانيه. انا ما كنتش متخيل لما بعت على الصفحه بتاعت الدكتور عمرو، والله ما كنت متخيل اللي انا هبقى في مكان زي ده. ما تخيلتش ولا تخيلت اللي بنتي هتعمل عمليه في يوم من الايام. الدكتور احمد سراج الدين مشكورا بصراحه اللي هو يعني مستضيفنا هنا في الاسكندريه، فالراجل يعني النهاردة عن طريق برنامج واحد من الناس دكتور عمرو الليسي قدرنا ان احنا نتواصل مع اهل الطفلة الجميلة تمارا.
تمارا اتولدت عندها اختلافات خلقية، بعد الكشف عليها لقيناها ان عينيها الاتنين بعاد عن بعض، قاعدة الانف بتاعتها عريضة فيها جلد كتير، والجلد ده فيه تشوهات مولودة بيها، ارنبة الانف عندها قصيرة. تمارا من الحالات الطبية بصراحة النادرة اللي ما بتبقاش موجودة كتير. الحمد لله بالتعاون مع ادارة البرنامج قدرنا ان احنا النهاردة في اسكندرية في مستشفى مبرة العصافرة غرب ان نقوم باجراء اول جراحة ليها. الجراحة دي بتبقى حلقة سابقة الست سماح، والتي تشكو من عدم رؤية أولادها منذ فترة وتتمنى رؤيتهم. معانا سيدة اسمها سماح، ربنا ما كتبش لزواجها الاستمرار وانفصلت عن جوزها بعد ما أنجبت منه ولدين أخذهم الأب علشان يعيشوا معاه. خلفت منه ولدين؟ اه. اعمارهم قد ايه؟ كان محمد عنده 5 سنين وعبد الحميد عنده سنه. اول سنه. اه. وما شفتهمش من كام سنه؟ من سنين طويله. واخر مره شفتيهم كان عندهم كام سنه؟ من بعيد، من كذا سنه والله ما شفتهم، ما اعرفش عنهم حاجه خالص خالص. ما حاولتيش انت والدتي تتواصلوا مع طليقك عشان تشوفوا الاولاد؟ لا ما حاولناش عشان هو وحش. كنت يعني بتاكلي منين؟ بتشربي منين؟ مش حياتي والله، كنت بشحت. طب مدام سماح، تحبي تقولي ايه لاولادك اللي ممكن يكونوا شايفينك دلوقتي ويحبوا يشوفوا انت؟ يا حبايبي يلي بترجاكم الدنيا، تعالوا سألوا علي، تعالوا تعالوا سألوا علي، تعالوا تبقوش ليه، تبقوش ليه. معانا محمد ابن مدام سماح. أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ ابنك على التليفون. الحمد لله. أخبارك إيه؟ يا رب تكون بخير. الحقيقة أنا بكلمك وأنا معايا هنا والدتك الأستاذة سماح، كان نفسها تسمع صوتك وتطمن عليك أنت وأخوك. أنا نفسي أشوفك من بدري يا محمد، أنا عايزك يا محمد ضروري. والله العظيم بجد. تعال يا حبيبي، تنور يا بابا. وبفضل الله تم التواصل مع ابنها أثناء الحلقة، والذي وعد بزيارتها. مستنية ابني ده قال لي جاي، انا مستنية بفارغ الصبر، وحشني قوي، عايزة اقول له ليه يا حبيبي ما تجيش، يعني امك حبيبتك، طب تسنيش حبيبي تسنيش. شرف بعدركم ان انا شفته امي برضو. انا عارف ان هنا مش هسيبها دقيقه، يعني نفسي اخدها وعايشه في مكان احسن من ده. انا فرحانه ومبسوطه ان ربنا جبر بخاطري. الحمد لله انا شفتها وطمنت عليها، ان شاء الله قبل ما اجيب اخويا التاني ان شاء الله اكون واخدها باذن الله. نفسي يعني اخده في حضني كده. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك يا ماما. ما سيبوش ابدا، ربنا يخليك يا ماما، ما سيبوش ابدا، انا بحبه قوي. كما وصلتنا رسالة من السيدة سماح رفعت تطلب فيها مساعدتها في شراء أجهزة منزلية، وقام البرنامج بالتعاون مع جمعية الأرمان بتوفير الأجهزة لها. جوزي ما
مريض نفسي وكده، انا كنت محتاجه اصلا اجهزه ومحتاجه حاجات، واتواصلت بصراحه مع برنامج واحد من الناس، وبصراحه هو ما لبى طلبي بسرعه واتواصل مع جمعيه الاورمان، وبصراحه يعني الحمد لله وجابوا لي الحاجه بسرعه، بصراحه ما تاخروش وجابوا لي اوضه النوم وبوتاجاز وغساله ومطبخ وكل حاجه بصراحه جايبينها لي. بشكر برنامج واحد من الناس وجمعيه الاورمان بصراحه. عم صالح الذي كان ضيفا على برنامجنا منذ عدة سنوات كان يشكو جحود أبنائه الذين طردوه ليجد نفسه نزيلا في دار للمسنين، ورغم مناشدة الدكتور عمرو الليسي لأبنائه في الحلقة إلى أنهم تجاهلوا والدهم الذي أصيب بالشلل الرعاش وكانت حالته الصحية سيئة جدا. لقد مات الرجل، مات وهو يحلم بحنان وحب ورحمة أولاده الذين تنقروا له، مات دون أن يروه أو يراهم، مات وهو يحمل الآلام لا يستطيع أن يتحملها إنسان. معايا حكاية مليانة بالدموع والمعاناة والعذاب والصدمة، دموع أب فوجئ بطوفان من القسوة من أقرب الناس لي. معايا عم صالح. عند هذه رموني في الشارع، لا رجل لا مسغل مسغل كنت مسغل باليومية، طبعا ما عيش فلوس، مفاجأة لقيت رموني الخمس شنط كده رموني في هدومي وراحوا مركبوني توك توك، حسيت لقيت نفسي في الشارع. انت عندك كم ابن وكم بنت؟ انا عندي بنت اسمها مروة وسيد ومحمد. قعدت قد ايه يا عم صالح في الشارع؟ قعدت 10 ايام. 10 ايام في الشارع تحت بيتك؟ تحت البيت. وهم طالعين نازلين عليك سايبينك؟ وكل اللي بيعدي عليا يعزف عليا. تشتغل وتجيب لنا فلوس تقعد، ما تجيبش تمشي. مشوني. معانا على التليفون مروة بنت عم صالح. السلام عليكم يا مروة. قفلت السكة، قفلت السكة عشان مش عايزة تسمع انا هقول لها ايه، بس انا هقولك ايه مش قدامك، انا هقولك انا عايز اقولك ايه قدام الميت مليون. انا عايز اقولك انك انت بالعقوق اللي انت عملتيه انت واخوكي سيد اللي ضرب ابوه في الشارع بالشلوت واخوكي محمد، ربنا مش هيسيبكم. عايز اقولك ان ذنب ابوكي اللي بيموت قدامي ده، اللي مريض بمرض الشلل الرعاش، اللي يعني اللي ربنا يا رب يعني يرحمه في اخر ايامه، برقبتك انت واخواتك. عايز اقولك ان عقوق الوالدين وعقوقك لابوكي وهو انه يموت ومش مسامحك، لازم تعرفي ان جزائك هيكون جزاء عسير. معانا ابن محمد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. اي السلام عليكم يا محمد. الو. اي يا محمد. يعني انا اعرف لما الواحد يغلط يواجه، واحنا بنتصل بيك عشان خاطر ترد، يمكن ضميرك يصحى وتقول لابوك حقك عليا سامحني يابا، وتيجي تحب على ايده ورجله وتقول له سامحني عشان رميتك في الشارع، مش تقفل الخط لما سمعت صوتنا وعرفت ان احنا هنكلمك عشان ابوك. مش هقبل برضه اروح معاه. عايز تقول لهم ايه النهارده؟ عايز تقول السيد اللي ضربك بالشلوت ايه، وتقول محمد ايه اللي قفل السكه لما عرف انك انت معانا، ومروه اللي عرفت انك انت معانا قفلت السكه. ربنا يهديهم. عم صالح ما تزعلش، حقك علينا، ربنا معاك وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حريصين جدا جدا الحقيقه في واحد من الناس من ضمن اهداف البرنامج على اعلاء فكره التراحم
وصلة الرحم ووصل من قطع من صلاة بين الأحباء والأهل والإخوات والأسر. حريصين جدا على التراحم بين الأم وابنها وبين الابن وأبوه والابن وأمه. حريصين على التراحم بين الإخوات وإن الميراث ما يفرقش بينهم. حريصين على التراحم بين الأصدقاء وإن الشراكة المالية ما تفسدش العلاقات الإنسانية. حريصين على المحبة بمعنى أصح. ودايما دي رسالة من ضمن الرسائل اللي قام عليها البرنامج ده من أكتر من 16 سنة. الحقيقة أنا وقفت النهاردة في بداية الحلقة على جات لي رسالة من استغاثة من راجل طيب بيقول إنه جار لراجل مسن عمره 70 سنة وحكايته صعبة جدا. هي قدامكم الرسالة هيت. استغاثة للدكتور عمرو الليسي. أنا عارف إن حضرتك بتساعد الناس وبتعمل خير كتير. أنا اسمي وصفي عصام، جار عم بيومي، بنته مش بتسأل عليه ولا بتزوره، هو عايش لوحده وملوش حد غير حضرتك وربنا، نفسه يروح دار مسنين. رقم تليفوني بالله عليك يا دكتور عمرو تشوف رسالتي وترد عليا. هبعت لحضرتك كل الصور بتاعته. زي ما انتوا شايفين هو بعت الصور كلها الحقيقة بتاعت عم بيومي. الراجل المسن ده عايش في المنطقة بقاله 6 سنين بعد ما عانى من أسود بنته. يعني اللي بيشهدوا كل الجيران انها عمرها ما زارته ولا مرة يعني عشان تشوفه او تراعيه او تطمن حتى على صحته. الغريب ان اللي كان احن عليه من بنته هو جاره اللي بيحاول ان هو يعني ياخد بايده وينفذ باي شكل واي طريقة يعني احتياجاته. الغريب ان كل اهل المنطقة كانوا بيرعوا ويزوروه بيطمنوا عليه ما عدا بنته. تخيلوا انهم كانوا بيقسموا نفسهم مواعيد مختلفة يكونوا فيها معاه عشان شغلهم. يعني فيعني تلاقي اللي بيراعيه بالنهار واللي بيراعيه بالليل. قلوب عندها إنسانية، عندها رحمة وحب مش موجودة عند أقرب الناس إليه مع الأسف الشديد. معايا في الاستوديو عم بيومي، السيد أحمد، والجار الطيب اللي بعت لي الرسالة على صفحة الفيسبوك، الأستاذ وصفي مساعد. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا دكتور. يعني ازيك عم بيومي؟ عم ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين عم بيومي؟ لعلك لعلك. عندك كم سنه؟ 70. 70 سنه. عندك ولاد قد ايه؟ 155. عندك ولاد قد ايه؟ 72. بنتين؟ بنتين. اسمهم ايه وايه؟ عايشة وسارة. ومراتك فين؟ متطلقة زمان. مطلقة. متطلقة من زمان. بنتك تعرف عنك أي حاجة؟ لا. بتسأل عليك؟ رحت لها مرة وإذا جيت قال لها عايز إيه؟ قال لها كلهم يمشي. كلهم يمشي. جوزي قال لها لا يمشي. جوزي قال لها يمشي؟ على كلامه. انت ازاي عايش لوحدك في الاوضه دي ومين بياخد باله منك؟ جيران. جيران؟ واحد اسمه عادل نقاش ووصفي بتاع لحام. في بالشغل العصر عم بعمل ايه؟ الحمد لله. حد يجيب لك اكل او لا؟ يروح يجيب لي اكل ملوخيه ورز ودم ياكلني. والعصر بالعصر مش هيحميني. حاجه تانيه ولا لا؟ قول لي لو بنتك قالت لك سامحني هتسامحها؟ بلاقي اللي جابوا هنا ياكلهم ويمشي. أسمع الكلام ده أسمع يوم كيس.
البنات عمرهم ما غيروا حضرتك؟ لا ما حدش بيقول. انت بعت لي رساله، اشرح لي الرساله تفاصيلها. انا والله لما يعني مش انا لوحدي اللي كنت بساعده، انا وناس من الجيران يعني زي الاستاذ مجدي والاستاذ ناصر والحاج عادل مساعد والحاج حسن عبادي، كنا بنقف معاه يعني وناس كتير قال لنا الناحيه. فاحنا يعني ناس غصب عننا عندنا شغل. اشتغل ايه حضرتك؟ انا شغال بتاع كاوتش. فلما غصب عننا لما الواحد بيسيبه يمشي عندنا بيت برضه، عندنا عيال برضه عايزين رعايه. فانا كنت بخش بيت على الساعه 1 بالليل، فمروح يوم متضايق كده، فبنتي بتقول لي مالك؟ والله انا زعلان على الراجل ده جدا. قالت لي يابا طب ما نشوف اللي الدكتور عمرو. قلت لها والله انا ماليش في حوار النت ده والكلام ده. هي شافت بصراحه، دخلت على الصفحه وبعتنا لحضرتك، وانت بصراحه ما قصرتش معانا لحد ما جينا هنا وعملت معانا كل خير يعني. انت نفسك تشوف بنتك؟ احكي لي يعني ظروفه ايه وحالته الصحيه ايه ومين بيصرف عليه. الراجل ده لما كان بيشتغل ايه؟ هو كان شغال مساعد في قلب مسجد جنبنا يعني هناك، وكان بينام في قلب البيت على المسجد. فلما تعب يعني كان بيمشي على رجله حاجات بسيطه قوي، كان بيخرج برضه وبيلقط رزقه وكده لحد ما ايه تعب خالص ما بقاش يقدر يمشي على رجله خالص. فبقينا بقى نراعيه ونقف معاه. اتصلنا على بنته كذا مره يعني، انا اتصلت على بنته كذا مره بتقول انا مش فاضي عشان معايا ماما تعبانه وانا مش هعرف اقدمه ومش هعرف اجي. يا بنتي ازاي هتسيب ابوك كتاب لوحده كده ازاي يعني؟ افرضنا احنا ما حدش فينا معاه. قالت طب انا هعمل ايه؟ ما برضه ما جاتش. بس مش غريبه قوي القسوه دي اللي عندها؟ لا غريبه طبعا، ما فيش كده. لا ما فيش ما عمري ما شفت كده ابدا نهائي. ازيك يا فاطمه؟ تمام الحمد لله. مين معايا؟ انا عمرو الليث يا فاطمه. اهلا، ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يخليك يا فاطمة. ألو؟ وإزاي الوالدة؟ ألف سلام عليها. الله يسلمك يا دكتور. الله يخليك يا فاطمة. قولي لي يا فاطمة، أنت ليه مش بتسألي على أبوك؟ أنا مش بسأل على أبويا؟ لا أنا بسأل عليه. عم بيومي منورني هنا معايا هنا وبيقول إن فاطمة ما بتسألش عليا خالص ولا بتيجي، وإن حتى اللي بيزوروه ويعني وبيدووه بيسألوا عليه وعاملين بطشات هما الجيران. فانت ليه مش بتسالي على ابوكي وتصلي رحمك بابوكي وتود ابوكي وتطبطبي عليه وتسالي عليه؟ يا فندم انا بسال عليه بس انا في ظروف برضو صعبه، فغصب عني مش عارفه اوفق بين البيت وبينه هو. فانا غصب عني، مش اللي هو بمزاجي او انا رميه كده وخلاص، وهو عارف حاجه زي كده. ظروف من بدري من قبل ما هو يتعب او اي حاجه عارف حاجه زي كده. ظروف ان انا عندي شغلي وعندي والدتي تعبانه ومفيش حد قاعد معايا، وانا اللي براعي الاثنين المفروض. فانا بين شغلي وبين والدتي وبينه هو انا مش عارفه اوفق بين الثلاثه، ومفيش حد معايا انا لوحدي. هو انا مش بقولك توفقي، انا بقولك على الاقل تزوريه او تسالي عليه. لا يا فندم انا بزوره، بس انا غصب عني المكان اللي هو قاعد فيه مكان بعيد جدا وبيني وبينه وقت، وانا عقبال ما برجع من شغلي ببقى راجعه من شغلي متاخر جدا. فالمكان اللي هو فيه ما يصلحش ان انا اروحه بالليل، فدي حاجه بتبقى برضو غصب عني. وانا مربوطه بشغلي جدا لاني انا اللي بصرف، مفيش حد تاني ومفيش دخل بيدخل لي الا شغلي بس. هسالك سؤال، هو صح مثلا انك انت تكوني موجوده على قيد الحياه واللي يخدموه وناس ما يعرفوش؟ هو اكيد لا، بس دي يعني حاجه يعني يعني, يعني انا بكلمك. انت عندك كام سنه يا فاطمه؟ انا عندي 27 سنه. عندك 27 سنه، يعني انت قد بنتي. عندك اولاد؟ لا انا مش متجوزه. انا لسه مش متجوزه. طيب مش المفترض ان اللي يخدم ابوكي اللي من لحمه ودمه ولا الغريب عنه؟ لا اكيد انا، بس انا غصب عني بقول لحضرتك، انا غصب عني ان انا قعدت فتره كبيره هم كان حد من جيرانه كان بيكلمني، وانا كنت مع والدتي في المستشفى، كنت بسيبها في المستشفى وكنت بروح الشغل وبرجع تاني، بضطر ان انا ارجع عليها هي. ما كنتش بعرف ان انا اروح لوالدي خالص ولا زياره يعني. حتى الزياره يا فاطمه، يعني انا مش بقول لك تروحي كل يوم يا بنتي، انا بقول لك مش تروحي حتى ولو زياره يعني انا باباكي قاعد قدامي، انت لو شفتي حالته شكلها ايه يصعب عليكي جدا. يعني هو مش عايز اقول لك حالته يرسى لها بصراحه، فعلى الاقل كنت رحتي زرتيه اطمنتي عليه ساعة ساعتين في الأسبوع، مش مشكلة يا فاطمة.
تمام. طب توعديني يا فاطمة انك انت هتزوري ابوكي؟ اه بس انا ممكن اعرف حضرتك تكلمني منين معلش؟ انا بكلمك يا بنتي من مدينة الانتاج من الاستوديو. يعني هو دلوقتي في لقاء على الهواء وكده؟ اه انت على الهوا دلوقتي وباباكي قدامنا هنا موجود وهو الراجل عايز يكلمك. كلمها فاطمة اهي. عايز تقول لها ايه؟ عايز تقول لبنتك ايه؟ بالهديه. يعني هو بيدعي لك ربنا يهديكي. انا عايزك يا فاطمة بكرة تروحي تبري ابوكي عشان يا بنتي لو حصل له حاجة ما يكونش يعني يموت هو غضبان عليك. انت عارفة اللي الاب لو حصل له حاجة ومات هو غضبان على ابنه او بنته، يعني بيبقى انسان تعيس اللي بيعيش بعد كده وهو مش واخد بر ابوه وامه. انت بتبر امك وده شيء كويس، بر ابوك كمان. هل ممكن تعملي كده يا فاطمه؟ هو انا ممكن اعملها بس هي صعبه عليا قوي. يعني هو انا فاهمه ان هو ابويا وكل حاجه بس انا مش مقصره معاه بمزاجي او انا رميه كده وخلاص. انا لو في حد يشيل معايا وفي اخوات تاني معايا انا اكيد عمري في حياتي ما هسيبه في اللي هو فيه ولا هسيبه في الحاله اللي هو فيه. اكيد انا مش هعمل حاجه. هو انت اخر مره شفتيه كان امتى يا فاطمه؟ عمري بعد اذنك. انا اكيد انا مش هرميه الرميه ديت وهو تعبان بالطريقه دي، ولا هو ذنبي في الاول وفي الاخر ان انا مش عندي اخوات يشيلوا. ما هو انا برضو تعبانه في حياتي. يعني اللي هو مش يعني هي الساعة اللي هتروح تزوريها دي هيدي المشكلة بالنسبة لك؟ قصة الساعة الحوار كله ان انا برجع من شغلي متأخر وهو ساكن في حتة عند الرشاح ودي هو حتة. انت بتشتغلي ايه يا فاطمة؟ انا بشتغل في التجمع الخامس. بتشتغلي ايه؟ في مطعم. يعني المطعم ده مش ممكن وانت مروحة تستأذني كده ساعة وتقولي انا هروح ازور ابويا اطمن عليه؟ ما انا بيني وبين البيت او بيني وبين ابويا يعني لا، يعني مثلا مسافه مش اقل من ساعه وربع او ساعه. طب انت تفتكري ممكن امتى تزوريها يا فاطمه؟ لما يكلموك يقول لك تعالي البقاء لله ابوكي مات؟ اكيد مش هستنى حاجه زي كده. بس انا مش يعني هو حالته الصحيه هو حالته يا بنتي صحيه النهارده؟ حالته الصحيه اللي قدامي النهارده ده راجل بيحتضر. يعني انا بكلمك، عارفه ليه بكلمك؟ عشان انا بحاول ان انا اديكي فرصه تلحقي تنقذي ما يمكن انقاذه. انا مش عارفه اعمل حاجه، اقسم بالله انا بايدي ما فيش اي حاجه. ما هو انا برضو مش اللي انا قاعده في مكان اللي هو يعني ما تزعلش مني اللي هو الواو وان انا بقى راميه ومطنشه، لا خالص على فكره. ده انا حياتي اقسم بالله وعشتي اقل من كده بكتير. وهو عارف بحاجه. ما عندكيش يوم اجازه في الاسبوع يا فاطمه؟ ما عندكيش يوم اجازه يا بنتي في الاسبوع؟ يوم اجازه؟ ما حضرتك اليوم الاسبوع الاجازه ده هو انا ببقى فيه مع والدتي في المستشفى قسما بالله. وعندي اختي الثانيه برضو كانت تعبانه ولسه عامله عمليه ما كملتش شهرين، كانت عمليه كانسر. طب انتوا يعني انت واختك يعني معقوله يا فاطمه انت واختك في المستشفى واطلع على شغلي؟ يعني انا اصلا متمرمطه. طب ما وحشكيش يا فاطمه؟ ما وحشكيش بابا يا فاطمه؟ يا فندم انا كنت عارف من فتره، انا عارفه ان هي كانت فتره بعيد شويه بس هي كانت شهر. انا بسالك سؤال دلوقتي بابا. يا فندم بابا وحشك ولا ما وحشكيش؟ يا فندم حضرتك معايا اكيد. هو انا مش هقول لك لو ما وحشنيش، وحشني طبعا. بس هو انا كنت عنده من شهر، انا عارفه ان المده بعيده بس دي غصب عني في العيشة اللي انا عايشاها دي غصب عني. انا يا بنتي فهمت خلاص انك انتي تعبانة وظروفك صعبة واحنا كمان نساعدك، ما عندناش اي مشكلة. انا بسأل سؤال، انا بكلمك كبنت واب، مش بتكلم دلوقتي كظروف. والدك ما وحشكيش انك تشوفيه انتي واختك تحني عليه وتروحي تزوريه؟ يعني ما فيش في بالكم خالص انك تروحوا تبصوا عليه؟ لا على فكرة انا ببعت له عيال اختي على طول، بس المشكلة ان هم صغيرين مش بيعرفوا اللي هم حتى يعملوا له اي حاجة. يعني انا عندي اكبر ابن في ابن اختي عنده في رابعة ابتدائي بيقدر ان هو. يا بنتي انا مش بسألك على اولاد اختك، انا بسألك عليك انت واختك. ما فيش فكرتوا ان ممكن ابوكوا ده يحصل له حاجة ويموت من غير ما يشوفكم؟ اختي انا اختي مريضة كانسر وان لسه هي عاملة عملية من شهرين وهي يا دوب بتعمل جلساتها. طيب. بس انا حتى ما بشوفش اختي.
طيب ربنا يشفيها يا رب ويرفع عنها. انا بتكلم على ابوك اللي قدامي ده. انت شفت شكله ايه؟ ايوه شفت. انت لو شفتي مش هتصدقي شكله ايه. ده راجل منتهي تعبان جدا. ده مش ده انت قادر تتكلم؟ ممكن تكلمها؟ لا ده انا اكيد مش ممكن تكلمها. هو يوصف بالفعل. قول لها عايز تقول لها اسمع عايز يكلمك. قول لها الله يهديك يا بنتي الله يهديك ويخليك يا عيالك الله يهديك. انا مش عايز منك حاجه ابدا. هو بيقول لك مش عايز منك حاجه يا فاطمه. خلاص بص يا بنت انا هنصحك نصيحه لوجه الله. اذا كنت فعلا عايزه تكوني بره وتكوني نعمه لابنه البره وتصلحي الحاجه اللي اتكسرت بينك وبين ابوكي الحقي قبل فوات الاوان قبل ما يحصل له اي حاجه لانه مريض. روحي زور ابوكي حبي على ايده عشان خاطر يسامحك ويعفو عنك لانه هو زعلان منك. وانا ما احبش ابدا ان ابوكي يكون زعلان منك يا بنتي. مع السلامه. لان الحياه مندهش ان هي البنت ما عندهاش حتى اي شعور بفكره ان يعني تبريرها ما عنديش وقت. يعني بقول لك اصعب لحظه كلمني ابني قال لي دعم بيومي تعبان فانا كنت بره اتصلت على واحد زميله ربنا يبارك له اسمه كرم الزياتي راح والله وعمل معاه اللي ما حدش يعمله بصراحه وقف معاه. دي انا كنت في مشوار بره ما كنتش شغال من غصب عني والجيران كانوا في الشغل برضه. دلوقتي احنا ايه المطلوب يعني ايه اللي ممكن نعمله فيه؟ اللي انت احنا بعتنا لحضرتك عشان تشوف له اي دار عايزين نحطه فيه. حد بس يرعيه. دار الترعيه؟ حد يرعيه بس. احنا والله لو فاضيين ليل ونهار هنقعد معاه. هو راجل محترم وراجل كويس عموما انا ما حبيتش ان انا اجيبكم وتقعدوا معايا غير لما اكون على الاقل يعني تم ترتيب حل. لان بيجي في البرنامج دايما بنكون ان شاء الله عاملين له ترتيب. احنا عارفين طبعا. اسمحوا لي ان انا ادعو الاستاذ جمال السيد. استاذ جمال السيد اتفضل. يا استاذ جمال. استاذ جمال اهلا بيك. اتفضل. اظن انك انت جايب معاك كرسي. ممكن الكرسي ده عادل لو سمحت هاته لنا. استاذ جمال السيد هو مدير دار المصطفى للمسنين رجال بكفر الزيات بالغربيه. مظبوط. اهلا وسهلا. وانا الحقيقه احنا عرضنا الحاله على الاستاذ جمال ومشكورا هو الاستاذ استجاب جدا وقرر ان هو ياخد عم بيومي عنده في الدار ونسمع منه. اتفضل. احنا تحت الاول تحت امر عم بيومي. تمام ان شاء الله. في بالنسبه للخطوات اللي هيتنقل فيها رقم واحد رعايه طبيه كل حاجة إن شاء الله. وأنا بوعد حضرتك يا دكتور عمرو هيكون في تواصل مستمر ما بين إدارة الدار وما بين حضرتك للاطمئنان على عم بيومي. وطبعا يعني أنا أول استجابة ما جات لي أنا تحت أمركم. ما ينفعش أصلا أتأخر عن عم بيومي أو أتأخر عن أي حالة. إن شاء الله هيتم نقله حالا لدار المصطفى لرعاية المسنين رجال بكفر الزيات مع إن شاء الله. يعني هو عم بيومي اللي انا شايفه ان هو محتاج حد يراعي ربنا فيه مش اكتر. مع السن مع الكلام ده ان شاء الله يكون افضل. اولا بشكرك على سرعه الاستجابه وعلى حضورك وعلى انكم انتوا هتخلوه عندكم في الدار. ربنا يبارك فيك. وان شاء الله كمان نبعت نطمن عليه عندكم في الدار ونصوره. وانا واثق ان حالته هتتحسن وهيعالج وهيبقى الامور عنده مختلفه ان شاء الله. وبشكرك جدا الحقيقه استاذ جمال على يعني سرعة الاستجابة. وبشكرك كجار محترم انت وكل الجيران اللي وقفوا جنب عم بيومي وكنتوا بتعملوا نبطشيات عشان خاطر تكونوا قاعدين معاه. الحمد لله. وندعي بالهداية لبنته ان ربنا يحنن قلبها على ابوها وتروح تزوره. ابوكي راح دار المسنين دار المصطفى للمسنين بالغربية. اذا لقيتي وقت عند حضرتك انك تزوريه انت الكسبانة واذا ما لقيتيش فانت الخسرانة. ربنا يهديك يا بنتي وتقدري تفهمي يعني ايه ابوكي وتقدري تفهمي يعني ايه انك انت تبري ابوكي. بالنسبة لها ان شاء الله احنا يعني مجرد عم بيومي بيتنقل وطبعا في خطوات الدار هتشتغل معاه زي الملف الطبي رقم واحد بالنسبة لنا.
ونخلص ان شاء الله كل حاجه. وبعد كده هي اذا ارادت ان هي تطمئن عليه احنا اللي تحت امرها، وهنحاول ان شاء الله احنا ان نطمنها عليه باستمرار. اذا كانت هي عايزه تطمن عليه، لان احيانا كلمتها مكالمه الحقيقه احبطتني جدا، ما شفتش يعني انسانه بقول لها ابوكي محتاج لك وتعبان وحالته، يرسى لها وتقول لي انا ما عنديش وقت ان انا ازوره. شيء مؤسف الحقيقه. وشيء احنا عندنا وقت. انا واثق، انا بشكرك جدا. احنا عندنا وقت واحنا تحت امر عم بيومي، واي حاجه يا دكتور عمرو احنا تحت امر حضرتك. كتر خيرك، واحنا بنعتبر ده بدايه التعاون بيننا. انا برنامج سعيد جدا اصلا يعني حضرتك. مجرد ما الاستجابه جات لي انا سعيد اصلا ان انا اشكرك. شكرك يا استاذ جمال، شكرا جزيلا. احاول ان انا اساعده بقى. عم بيومي انت هتروح مع الاستاذ جمال في دار محترمه وهتقعد فيها ان شاء الله، هيرعوك ويقدموا لك كل حاجه. جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، جزاك الله خير. انت اللي يعني جزاه خير وربنا يتقبل منه ويطمن عليه. اتفضل استلموا حضرتك على الهواء دلوقتي لو سمحت، وساعدوا لو سمحت ان قعدوا على الكرسي عشان يبدا ينتقل الى الدار، واحنا هنتابع في الدار وهنبعت نصور هناك بعد ما يكون انتقل ان شاء الله. ويا ريت يا جماعه نساعدهم عشان يقعدوا على المدول. بسم الله توكلنا عليك يا رب. ممكن فك المايك، حد يخش يفك المايك على الهواء، مفيش مشكله خالص. خش فك المايك يلا عم بيومي، انا هطمن عليك وهسال عليك. وإذا كانت فاطمة وأختها ما سألوش عليك، إحنا بنسأل عليك، وأنا واثق إن كل واحد بيشوفنا في واحد من الناس النهاردة هيسأل عليك وهيطمن عليك. وبشكر جدا دار المصطفى للمسنين بالغربية على الدور الاجتماعي الرائد اللي أنتوا بتعملوه، وربنا يكرمكم إن شاء الله. وبشكر الجيران المحترمين اللي كانوا أحن عليه من بنته اللي مش فارق معاه الناس. إحنا اتشرفنا بك. وأنا بقول لك أرجوكي راجعي ضميرك، صورة أبوكي قدامك اهي، شوفي أبوكي، يمكن كلمة واحدة تخليه يحن عليكي ويسامحك. وأنا بقولها بشكل عام، مش ليك بقى، ليك أنت، لكل حد. يا ويله اللي أبوه يموت وهو غضبان عليه أو أمه. صدقوني حياته بتبقى مش عايز أقول إيه، نار، جهنم، ولسه بقى فوق في السماء. فكل واحد يلحق نفسه قبل فوات الاوان، ما تخلوش الماده والحياه تاخدكم وتنسوا اللي ربوكم واللي تعبهم واللي شقيهم عشان يخليكم بني ادمين. ما تنسوش ده، ما تنسيش يا فاطمه ده. اتفضل حضرتك، وانا بشكرك جدا جدا. مع السلامه. نورت عن مدى، مع الف سلامه. متشكرين جدا جدا، في رعايه الله، مع السلامه. احنا مستمرين في برنامج واحد بين الناس في تقديم جميع انواع الخدمات لجميع السادة المشاهدين. احنا مستمرين في تلقي كل الحالات الانسانية، سواء كان علاج او غير علاج، او افراج عن غارمين وغارمات، او حتى الرعاية الاجتماعية مع دور محترمة زي اللي معانا النهاردة واللي خدت عام بيومي. بشكركم. نطلع لفاصل، نرجع نواصل واحد بين الناس. معانا النهارده في واحد من الناس قصة حب نادرة جدا ومؤثرة جدا، فاطمة اللي ربنا حرمها من نعمة البصر لكن أعطاها القوة والإصرار والإيمان، وأحمد اللي ربنا حرمه من نعمة الحركة لكن اداله الحنية والطيبة والإرادة. فاطمة بتقول أحمد هو العين اللي بشوف بيها، وأحمد بيقول فاطمة هي العكاز اللي بتسند عليه. الاثنين كملوا رحلة الحياة بكل صعوبتها مع بعض، وكمان قرروا يحققوا أحلامهم. أحمد حصل على بطولة الجمهورية في ألعاب القوى، وفاطمة حصلت على ليسانس الأداب. الحقيقة قصة ملهمة جدا، الاثنين متجوزين اتحدوا كل الظروف بالحب والإصرار والإيمان بقضاء الله. معايا في الاستوديو مشرفني الكابتن أحمد عبد الفتاح وزوجته الأستاذة فاطمة عبد الواحد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأنا فخور وأنا بقدمكم يا كابتن ومدام فاطمة، لأن بجد أنتوا نموذجين ملهمين بالنسبة لي وبالنسبة لكل واحد بيشوفكم النهارده. مدام فاطمة سيادتك منين يا فندم؟ أنا من قرية باروت تبع محافظة بني سويف.
حضرتك مولوده فقد البصر ولا فقدتيه يا فندم بعد الولاده؟ لا انا فقدته بعد الولاده، كان عندي 6 سنين فحصل لي برد، فاهلي كانوا يفتكرون ده السخونه دي نتيجه عن برد. بعد كده راح السخونه دي اثرت عليا فقدت عين من عيني، وبعد كده عيني الثانيه بقى ابتدت خلاص يعني تضعف، ففقدت بصري وانا في اولى اعدادي. كابتن احمد عرفني بنفسك يا فندم. احمد عبد الفتاح حمزه، مواليد قرية بروك، مركز محافظه بيرسي. ايه نوع التعب اللي سيادتك بتعاني منه وابتدى امتى؟ الاعاقه دي منذ الولاده. منذ الولاده. اتعرفت ازاي على مدام فاطمه؟ عن طريق جوز اختي. ايه اكتر حاجه جذبتك فيها؟ والله هي يعني الادب والاخلاق والاحترام وحفظ القران الكريم طبعا ده رقم واحد. قول لي كان رد فعل اهلها ايه لما رحت تطلب ايديها للجواز؟ هم كانوا رافضين في الاول يعني تحضير الصحبه كلها برضه رب كرمنا، انا اهلي واهلها كانوا رافضين اساسا. كم سنه بقى لكم متجوزين؟ 19 سنين دلوقتي. مدام فاطمه مين اللي اعترف بحبه للتاني، انت ولا كابتن احمد؟ لا احمد الاول. طب ايه الصفات الحلوه اللي بيتمتع بيها احمد؟ انه حنين. ما خفتيش ترتبطي بحد ما يقدرش يساعدك في الظروف المرضيه اللي حضرتك بتمر بيها؟ لا انا اللي اخترته بظروفه، عشان انا اصلا كنت اول حاجه كنت بقول ان انا مش عايزه اخد حد كفيف زيي، وفي نفس الوقت مش عايزه اخد حد سليم. هل في حد حذرك من الارتباط باحمد؟ اهلي. قالوا لك ايه؟ قالوا لي لا، عشان هو مش هينفع معاكي، هو محتاج حد يساعده وانت محتاجه حد يساعدك، فصعب يعني. احمد وانت في حد قال لك انك محتاج حد يقدر يساعدك في مرضك؟ اهلي برضه. وقلت لهم ايه؟ قلت لهم انت حد اي حد ولازم نتجوزها. ما حسيتش بقلق انك ممكن تتجوز انسانه يا ربنا يعني حرمها من نعمه البصر؟ بالعكس، لان دي يعني انا فيها شيء وهي فيها شيء، عمري ما عملنا باي حاجه. حضرتك قبل التصوير قلت لي ان فاطمه هي العكاز اللي طبعاً انا بتسند عليه. طبعا. هي بتعمل معاك ايه؟ والله بتعمل معايا كل حاجه، فهي تربيه العود معايا واللي بيساعد معايا في كل حاجه. ما شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندنا 3. مين ومين ومين؟ محمد والزهراء وحمزه. عندهم كم سنه؟ محمد 8 سنين ونص، والزهراء 6 سنين ونص، وحمزه 4 سنين. ما شاء الله. مدام فاطمه حضرتك ما خفتيش من كلام الناس او نظراتهم لما يشوفوكوا انتوا الاثنين مع بعض؟ لا عادي، لان ده قضاء ربنا وقدره، وفي الاول وفي الاخر ده ربنا هو اللي اراد بكده، وانا ماليش دعوه بكلام الناس، كلام الناس ده لا بيقدم ولا بيأخر، ما بيشكلش حاجه بالنسبه لي يعني. صحيح. اظن اول مولود جه كان ليه بهجه وفرحه جامده جدا عندك وعند احمد، صح؟ طبعا. فاكره اللحظه دي طبعا. مين اللي سماه، انت ولا هو؟ انا اللي قلت سامي محمد، لاني جات لي رؤيه فيها اسم محمد كامل او كمال، مش فاكره متذكره بالظبط، بس ده على ورقه بتاع سبوع، فبعدين قلت له يا احمد انا عايزين نسمي محمد عشان ده جت لي في رؤيه. واسم النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كابتن احمد ازاي بتقدروا تساعدوا اولادكم في المذاكره؟ هي بتساعدهم بالمساعده اللي خليني تقول وهي بتقول. مين احد اكتر حد بيتعب مع الاولاد، انت ولا مدام فاطمه؟ مدام فاطمه هل بتقدروا تلبوا كل احتياجاتكم ولا الاولاد بيساعدوكم؟ لا هو بص اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا لو والدهم مش جنبي ممكن اقول لهم بصوا لي على الحاجه دي، لا العيال برضو بيساعدوني برضو مع ابوه. ما ده دورهم يعني، ربنا يخليهم. كابتن احمد حضرتك بتقدر تعمل كل حاجه بشكل طبيعي ولا بتواجه اي صعوبه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اتعرضت انت ومدام فاطمه لاي نوع من التنمر قبل كده؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. كنتوا بتواجهوا اللحظات الصعبه في حياتكم ازاي؟ والله يعني من عيني كده على بعضنا من العادات الصعبة. ايوه مدام فاطمه كنتوا بتعملوا ايه في اللحظات الصعبه؟ احنا والله العظيم عدت علينا يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل عدت علينا لحظات صعبه. احنا كان عندنا محمد ابننا عنده ثقب في القلب، وفضلنا تعبانين بيه فتره طويله 6 شهور واحنا تعبانين بيه. ده اول حاجه. حمزه تاني بقى حاجه حصلت معاه، دخل الحضانه وبعد الحضانه عمل عمليه، فده برده ده موقف تاني يعني بفضل الله عز وجل. وكل ده يعني كنا بس والله الحمد لله
ما كناش بنقول لحد تعالى روح معانا ولا اعمل معانا، لا احنا حاطين اصرار وعزيمه ان احنا عايزين نعمل كده عشان نتحدى اي حد يقول عنا ان هو ساعدنا او ان هو عمل لنا. ما شاء الله. قلتوا لي قبل التصوير ان كل اللي حواليكم قالوا ان كنتوا مش هتخلفوا، لما كنتوا تسمعوا الكلام ده كنتوا بتحسوا بايه؟ هذا صدق الله ربنا علينا، احنا بإذن سواء خلفنا او ما خلفناش. وانتي مدام فاطمة؟ لا ده حاجة بتاع الكلام ده اللي ده حاجة... لا ده حاجة بتاع ربنا عادي يعني حصل او ما حصلش، لا ده حاجة بتاع ربنا. ايه بقى لما ربنا رزقكم بالاولاد؟ والله فرحك بيها جدا طبعا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. قولي فاطمة ست البيت شاطرة؟ طبعا. انت بتساعدها في شغل البيت ولا لا؟ طبعا. مدام فاطمة ايه حكاية الليسانس اللي حضرتك خدتيه بقى؟ انا والله انا حبيت ان انا اكمل تعليمي واخدته، بس انا كان في مشكله بصراحه ربنا بتواجهني ان واحنا في الجامعه ما كانش عندنا كتب برايل، فمن الصعب ان كنت ممكن الاقي حد يذاكر لي حد كده، فتبقى صعبه بالنسبه لي، لكن انا كنت عندي عزيمه واصرار ان انا اكمل تعليمي وعشان اهلي كمان يفرحوا وانا احس ان انا حققت حاجه في الحياه، يعني مش مجرد ان انا دخلت الحياه دي وطلعت من غير اي شيء، لا ما ينفعش. حسيتي بيه بقى لما خدت الليسانس؟ قولي لي. الحمد لله حسيت بفرحه كبيره واهلي كمان كانوا فرحانين. والله انا كمان فرحان بيكي. الله يبارك لك، ربنا يجازيك خير. كابتن احمد انت بقى امتى بدات حكايتك مع العاب القوه؟ من سنه 98. ايه البطولات اللي شاركت فيها؟ ألعاب قوة 100 و200 و400 و800 و1500 و5 كيلو وربح وجله أوكس. قولي بقى إيه الشهادات دي كلها والكؤوس دي كلها؟ ما الحمد لله دي نتائج تعب مجهود سنين طويلة. أنا فخور بيكم أنتوا الاثنين وسعيد، سعيد بقصة حبكم. وإحنا أسعد. سعيد بتحديكم. أسعد بحضرتك. الله يخليك يا أستاذ. الله يبارك لك. مدام فاطمة تحبي في نهاية اللقاء تقولي للكابتن أحمد إيه؟ أقول له ربنا يبارك لنا فيك، وأنا حقيقي والله من غيره أنا معرفش يعني أقوم بدوري لوحدي، فهو بصراحة ربنا يعني بالنسبة لي هو كل حاجة ليا. كابتن أحمد تحب تقول لها إيه؟ طبعا هي شريكة عمري وحياتي كلها، وربنا يخليها ليا هي وأولادها، وأنا من غيرها ما أسويش أي حاجة. وأنا بقول لكم أنا بحبكم وبحترمكم أنتوا الاثنين، اللي كنتوا قيمة قيمة مهمة جدا في حياة كل إنسان عنده ولو مشكلة بسيطة أو إعاقة بسيطة وعنده حالة يأس، إنه كنتوا تدوروا درس النهاردة إن مفيش يأس مع الحياة وإن الإنسان عندما يريد يستطيع، صح؟ طبعا. يا دكتور عمرو في حاجة ممكن أقول لحضرتك عليها؟ أنا نفسي أوصل رسالة لكل اللي عندهم حالات زينا، يعني خليهم يتجوزوا وخليهم يعيشوا وخليهم يتعلموا، بلاش اللي هما بيعملوه فيه اولياء امور تخلي عيالهم عشان فيهم ظرف، لا عيالنا دول ما يطلعوش بره ما يتعلموش، ما لهمش حق في الحياه وده حرام على فكره، وثانيا ان كده ما ينفعش، ده كده بتحطم نفسيه الانسان المعاق اصلا. انا عندي حاجه عايز ارجعها يعني لجميع امه مصر كلها، ان الاعاقه مش عيب. انا لو كنت قاعد خالص على الارض ما كنتش بمشي، وكنتش بمشي نهائيا. سنوات ابتدائي بدات اتحرك، لعبت رياضه بدات افك سنه سنه، الحمد لله بقيت بعرف امشي واعرف اقعد واعرف اقوم على الاول الحمد لله. فلبت من اي ولي امر عنده ابن معاق اي اعاقه يا ريت يطلع له النور، ما يحبسوش يا ريت يطلع له النور. انتوا طلعتوا في النور اهو، وهي دعوه فكره للبرنامج. اي حد او اي ازواج زي فاطمه واحمد حاسين ان هم عندهم حاجه يقولوها لنا وتجربه جميله زي التجربه دي وتحدي اعاقه وجواز وماجستير وليسانس وجوائز وبطولات، ابعتوا لنا على البرنامج هنجيبكم فوق راسنا وهنرحب بيكم وهنقدمكم كنموذج وقدوه زي ما كابتن احمد ومدام فاطمه نموذج رائع وقدوه جميله. بشكركم جدا جدا على وقتكم، انكم كنتوا جيتوا وشرفتوني. شكرا حضرتك. شكرا.